ده بالنسبه لنا حاجه اسمها واضحه مش محتاجه كلام. دي من الالعاب اللي مش محتاجه تكنولوجيا عشان تثبت بيها اي شيء، يعني هي اللعبه الصوره نفسها الطبيعيه وموضحه نفسها. هي السؤال هنا فعلا، هل اوضه الفار بيبقى عندهم الشاشه بتاعه التلفزيون؟ انا بكل امانه ما عنديش معلوم، بس المفروض انا اعتقد ان حتى لو حصل اي مشكله وفي حصل زومنج زايد على شاشه التلفزيون إيه؟ اكيد في شاشه عندهم. اه بقول لك ايه يا اما انا لو ازاي ده لو احنا قاعدين كده وجاي على التليفون وافتحها لو عاملين بس مباشر هنجيبها اي حد في البيت شايف ايه انت شايف اي حد ايه يا عم اسال واحد حكم زي انا مش فاهم ايه المبرر بجد بكل امانه، ايه المبرر في لعبه زي دي عشان الفار؟ طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده على سبيل الهزار، حاجه غريبه ما بيحصلش يعني، لكن حاجه يعني في قوانين لهذا الامر. اه انا فاهم ان احنا بعدين الحكم في كره زي دي يا كريم الحكم المساعد مش هنقول له برافو لانها مش يعني مش واحده مش حكم صعبه يعني مش صعبه يعني صعبة. عاديه يعني صحيح. بس تاني احنا يفترض ان الفار جه زي الباسكت كده، يعني اللي بيتابعوا باسكت هيلاقوا ان الفار بيروح في الالعاب اللي هي صعبه جدا حاجه ما شافهاش فبيلجا. طب احنا بنشوف النهارده الفار في الدوري المصري بدا يتدخل في العاب واضحه. طب انا اسف برضه احنا مش عايزين الفار اللي هو يوصل للدرجه بتاعت ان خلاص بقى مش محتاجين نحط حكم مساعد. يعني انا اعتقد لا في مشكله. وبصراحه فتره بيريرا انا على المستوى الشخصي اتمنى ان هي تنتهي، بس تنتهي ونجيب بديل اجنبي تاني اهو، عشان احنا الخناقه دي جايه، الخناقه دي جايه يا جماعه جايه جايه. هو خلاص ماشي نعم ايوه هو ماشي بنهايه الدوري نظر بقى ماشي استاذ كريم هنا بيتكلم على ان هو يمشي ويجي إيه حد بديل أجنبي. بقى البديل واضح كده، واضح كده من الكواليس تلميع بالكواليس ان المشاجرة ما بين أحزاب التحكيم في مصر هتؤدي إلى قدوم رئيس لجنة حكام مصري مجددة في حزب هيكسب فيهم تاني. لو إحنا رحنا للحتة دي والله ما هنخرج ما هنخرج بالدائرة كنا فيها ما كنا نعم كم حزب حالياً اتنين لا 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 مش اتنين في تالت مختفي لا ده التالت ده كبير ده اهم واحد انا في تالت مختفي دلوقتي وراء التحليل وكابتن حسام قال لك ايه؟ قال لك في الحكام في مصر ما ينفعش يحللوا تحكيم هم اتنين بس تمام؟ اه وتاني اهو اكيد انا هقولها بكل امانه كابتن جهاد جريشه يامل انه في يوم من الايام يبقى رئيس لجنه حكام اكيد هو من وجهه نظره وحقه انه يبقى عنده طموح وحاليا هو برضو واخد سكه اثاره الجدل في الرؤيه التحكيميه عشان بس ننهي الفقره دي بس تاني طيب. انا بطالب ان احنا نستمر على ان رئيس لجنه الحكام يبقى اجنبي سريعا جدا تحويل بريرا لكابتن نادر قمر الدين.